الشيخ سعد عبد الغني السعودي القارئ والمرحوم دكتور طلبة مركز سلام محافظة المنوفية، فندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب. إن
بسم الله في اليتامى فلا
مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة يا رب يا رب، وإن خفتم ألا وسيطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى ألا تعولوا، وآتوا النساء لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا وارزقوهم فيها واكسوهم وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح
وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا نصيبا
مفروضا. Well,
الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة أبناؤكم لا تدرون
فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع وصية من الله
وصية من الله وصية من الله وصية من واتبعنا رسولا فاكتبنا مع الشاهدين وكذا يا لفة المؤمنين عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة فلا علينا قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ سعد عبد الغني السعودي القارئ والمقيم بطوخ ثلاثة مركز ثلاثة الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية والمعرض الفني للفراش الحديثة الكبرى إدارة الحاج فالمبارح وأولاده المقيم بمدينة منوف.